أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرصه على تكثيف آليات التشاور السياسي بين وزارتي خارجية مصر والمملكة المتحدة. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني ديفيد لامي لتبادل الرأي والتقديرات بشأن مختلف القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، استعرض الوزيران تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة لرعاية المفاوضات، بالإضافة إلى ما تبذله مصر من جهود على كافة المستويات لمواجهة آثار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. وأكد عبد العاطي أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا لاستكمال مهمتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. من ناحية أخرى، أعرب الوزيران عن قلقهم البالغ تجاه الوضع في لبنان واحتمالات زيادة حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار لبنان ويفاقم من حدة التوتر في المنطقة.